بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده باذن الله عن البلاننج للدي بي ام ديبلويمنت، ازاي اقدر اخطط عشان يكون عندي دي بي ام في الانفايرمنت بتاعتي. نمره واحد، لازم اعرف انا عايز ايه نتائج عشان اقدر على اساس النتائج دي احط مدخلات. يعني لازم اعرف ايه الاوتكمز بتاعتي عشان اقدر احط انبوتس. بمعنى لازم يبقى انا برجع للكمباني بوليسز والكمباني مانجمنت لما اجي اعمل باك اب او اعمل سينك او يعني حاجه زي كده. ليه؟ ان انا على يعني على اساس ان انا عايز النتائج اللي انا احققها، على اساس كده ان انا هقدر اعمل ريكفري جولز حلو احطها، او اعمل تكنيكال امبلمنتيشن حلو على اساسه انا هقدر احقق النتائج دي. طبعا اللي هو يقول لك ان نو داون تايم بوسيبل، ان ما ينفعش يحصل فيه داون تايم، لا ده كلام غلط. كلمه ان عمر ما ممكن انه يحصل فيلير، لا لازم يحصل فيلير، سواء عيب سوفت وير، عيب هارد وير، عيب سيرفرز، عيب عيب عيب، لازم يكون في فيلير، لازم يبقى في داون تايم. كلمه ان مفيش داون تايم، حتى لو انت هتعمل مينتنس للجهاز ده اسمه داون تايم، يبقى لازم يكون في داون تايم. لكن الحاجه المهمه اللي انا بقول لك عليها، ان لازم انت يبقى عندك ريكفري جولز، عندك اهداف انت عايز تحققها، عشان على اساس الاهداف دي لازم ايه تحط انبوتس معينه، ودي على اساسها هتترجم لايه تكنيكال امبلمنتيشن في الايه دي بي ام كونفيجريشن. في ريكفري جولز، الدي بي ام بيسمح للدي بي ام ادمنستور ان هو يبالانس، يوازن الكمباني بولس بتاعته ماشي مع التكنيكال ليميتيشن وايه بروتكشن كوست. يعني انا امكانياتي محدوده حلو، يبقى خلاص ما مش هقدر اعمل بقى ايه، مش هقدر اعمل مثلا ريبليكا كل ربع ساعه. ليه؟ ان ده عايز مور ديسكس وعايز بروسيس جامده، وانا امكانياتي محدوده، يعني عندي السيرفرز ضعيفه، ما عنديش يعني فلوس ان انا اقدر اشتري مور ديسكس. انما لو انا لازم ابقى اب تو ديت، وانا بالنسبه لي يعني الكورس ده ولا يفرق معايا، انا امكانياتي يعني حلوه معقوله جدا، يبقى انا كده ممكن اعمل ايه ريبليكيشن كل ربع ساعه. حلو، اضمن ان لو حصل فيلير ان انا اقدر ارجع لاقرب نقطه اللي هي كانت من ربع ساعه، يبقى عندي الداتا لازال اب تو ديت. وانا بالنسبه لي قصه اي فلوس مش مشكله، انا ممكن اشتري سيرفرز تانية، اشتري هارد سكات تانية، اشتري اشتري اشتري، فالدنيا عندي مش مشكله. يبقى برضو انا براعي الايه الاورجانيزيشنال بوليسيز ماشي، وعلى اساس كده انا بقدر اتحكم في ان انا اقدر اعمل ايه. ممكن يجي مثلا يقول لك ايه، انا عايز احتفظ بالداتا سنه 2 10، يبقى انا كده بتكلم في ايه، في لونج تيرم بروتكشن، يبقى انا كده محتاج كوست، وانا يعني ايه محتاج اديشنال كوست، ومحتاج انزل اشتري هارد سكات تاني. يبقى انا في الاخر الدي بي ام بيواكب امكانياتي، بيواكب ميزانيتي. انا ممكن لو انا عايز ابقى عندي ريبليكا كل ربع ساعه، يبقى دي محتاجه هارد سكات ومحتاجه، انا عندي امكانيات، او ما عنديش افتح الريبليكا افتح الفتره، يبقى انا عندي امكانيات معينه، انا بمشي حسب امكانياتي طبقا للكمباني بوليسي وطبقا لامكانياتي اللي انا شغال بيها. الريسك اند داتا لوس توليرنس، لو حد جه قال لك ان الدنيا وردي ما فيش حاجه اسمها كده نو لوس، لا في الريال تايم لا، الدنيا ممكن يبقى فيها مشاكل، يحصل فيها فيلير وانت بتريكفر الدنيا دي. طب الفيلير ده يحصل ازاي؟ اول حاجه هيومن ايرور، يعني انا غصب عني اروح اعمل ايه مدلت فايل باي ميستيك، ده يحصل ايه، يحصل كارثه، يبقى كده حصل لي ايه فيلير. او الداتابيز ادمنستريتور
يدلت ايه؟ wrong database by mistake، يدلت database غلط، وارد. او التكنولوجي فيلير او environmental incident، يعني ايه؟ يحصل هارد ديسك يحصل له فيلير، تيجي تركب هارد ديسك تاني يكون اصلا بايظ، او يحصل فاير يحصل حريقه تعمل لها دامج للايه؟ للداتا سنتر كلها. ده في حاجات بايدك وحاجات غصب عنك. فعشان كده تيجي تقول ان الايدل وورلد نص، لا الريال وورلد لا، ده في مشاكل بيحصل فيه فيلير، وانا عن طريقه بعمل ريكفري ان ايه بريكفر الفيلير ده اللي حصل. وعشان كده هو ده لازمه الدي بي ام والسيرد بارتيز اللي زيه. داتا لوس ليميتيشن، داتا لوس ليميتيشن بمعنى قال لك انت ممكن ان تاثير الفيلر ده يعمل لك ديزاستر، يعمل لك كارثه، منهم لوس اوف ايه ريفينيو، لوس اوف ايه ريفينيو، ان ارباحك اللي جايه دي حلو، انت مثلا ايه حصل لك فيلر في مثلا ايه في الشير بوينت سيرفر، وده مسؤول ان هو بياخد اي اوردرز ليك من اي عملاء، فايه اللي حصل؟ حصل مشكله، السيستم حصل له داون، ترتب عليه ايه؟ ان موركوس حصل فيه تكلفه عاليه جدا، حلو، ارباحي قلت، بزنس فيلير، انا ممكن مثلا ايه مثلا اكون بعمل سبورت لاكثر من شركه ويحصل فيلير، الشركه دي تقول لك انا ايه مش عايزه تاني اتعامل مع الشركه دي. يبقى هو ده الداتا لوس امبليكيشنز، اوكي، هو ده. عشان كده هو برضو يعني عايز اقول لك ايه اهميه الدي بي ام سيرفر والسيرد بارتيز اللي زيه اللي هي بتعمل باك اب وريكفري. مهمه جدا ان هي بتعمل لك ريكفري من فيلدر كان حصل، وده على اساسه حصل لوس في الريفينيو او بزنس فيلدر او فيلدر تو ميت ريجولري كومبلاينس ريكويرمنتس. الداتا بروتكشن مانجر بروتكشن ميسز اند ليميتس اند ليميتس. انا ممكن اعمل باك اب على الديسك او على التيب. لو على الديسك انا عندي اوبشن ان هو شورت تيرم، ان انا ممكن اعمل ريتنشن للداتا، يعني احتفظ بالداتا لحد كام يوم؟ لحد 448 يوم. يبقى في الشورت تيرم ماكسيم ان انا احتفظ بالداتا 448 يوم، ده على ديسك. ممكن اعمل كام ريكفري بوينت اقدر ارجع لها؟ لو انا بعمل باك اب لفايل سيرفر ممكن اعمل 64 ريكفري بوينت اقدر ارجع لهم في اي وقت من الايه من الاوقات. لو انا بعمل باك اب لابلكيشن سيرفر زي سيكوال اكستشينج شير بوينت ممكن اعمل 448 ريكفري بوينت اقدر ارجع لها في اي وقت. طب عشان اعمل سيكوريزيشن، حلو، اسينك ما بين الريبليكا وما بين السورس داتا ممكن من ربع ساعه لحد 24 ساعه، يعني مره في اليوم او كل ربع ساعه او كل نص ساعه او واتيفر، كل فتره زمنيه انت بتحددها. الريكفري اوبشنز، لو فايلز انت ممكن تعمل ايه؟ تقول له ايه انا عايز اسكيدول الريكفري بوينتس، يعني اجي اقول ايه انا عايز اخد ريكفري بوينتس مرتين في اليوم، الساعه 10 الصبح والساعه 8 بالليل. انما لو ابلكيشن كرييتد افتر ايتش سينك، يعني كل لما يحصل سينكرونايزيشن مع الشير بوينت او السيكوال او الاكستشينج يحصل لي ايه؟ ياخد ريكفري بوينت عشان اقدر ارجع لها. دي كلها اوبشنز يعني هنتعرف عليها باستفاضه واحنا جايين نعمل العملي، لكن انا بس بقول لك ان في ليميتس معينه وفي ميثودز انا شغال بيها. يبقى اول حاجه الديسك على الشورت تيرم، انا ممكن احتفظ بالداتا لمده ماكسيمم 448 يوم واقدر اعمل 64 ريكفري بوينت للفايل سيرفرز
او 448 ريكفري بوينت للابلكيشن سيرفر، واقدر اعمل سينكرونايزيشن من ربع ساعه لحد يوم كامل. اوكي، والريكفري انا لو انا فايل سيرفر بعمل له باك اب، ممكن اقول ان هو ايه يعمل ريكفري بوينت اكتر من مره في اليوم طبقا للسكيدول اللي انا عامله. او لو كان ابلكيشن هو بعد كل سينك بيعمل بياخد ريكفري بوينت. طيب لو على الديسك او اسف احنا قلنا هنا الشورت تيرم الديسكات. طب الشورت تيرم التيب، ممكن احتفظ بالداتا من اسبوع ل 12 اسبوع ماكسيمم. ممكن اعمل باك اب ديلي او ويكلي او باي ويكلي، يعني كل يوم سواء فول او انكريمنتال باك اب، ولو كل اسبوع ولو يعني اسبوعية ممكن اخد فول باك اب بس، ولو كل اسبوعين اخد فول باك اب بس. طب لو على اللونج تيرم، ممكن احتفظ بالداتا من اسبوع لحد 99 سنة، ممكن اخد باك اب يا اما ديلي او ويكلي او باي ويكلي او مانثلي او ييرلي او كوارترلي. دي اللونج تيرم تيب باك اب الفول ريكفري سكيدول، دي من على سايت بتاع مايكروسوفت، انا حاطط تحت اهو ماشي اللينك بتاعه تيك نت. حلو، ده بيقول لك ان ال يعني الفول ريكفري سكيدول حلو طبقا بال لو اسبوع لاربع اسابيع اخد فول باك اب ديلي، لو من اسبوع لهش اسبوع باخد فول باك اب كل اربع اسابيع، باخد كل شهر. يعني حابب التفاصيل حلوه انا ممكن ايه ارجع لها وانا جاي اعمل كونفيجريشن. اوكي، دي خاصه باللونج تيرم تيب باك اب. طيب تعالى بقى نتكلم في الجد، انا محتاج ايه عشان يبقى عندي دي بي ام 2010 في الانفايرمنت بتاعتي. الهاردوير ريكويرمنت، اول حاجه طبعا انا هقول لك المينيمم ريكويرمنت. طبعا انت كل ما تعدي كل ما تعلي الهاردوير كل ما يبقى البرفورمانس اعلى بكتير ويبقى احسن ويديك فاسيلتيز اضرب بكتير انك تقدر تعمل التاسك باسرع ما يمكن. اول حاجه البروسيسور، قال لك المينيمم اللي هو تبقى 2.33 جيجا هرتز كواد كور سي بي يو، ده المينيمم ريكوايرد. والرامات يبقى 8 جيجا، طبعا كل ما تعلي يبقى شيء عظيم. البيجنج فايل سايز يبقى 1.5 السيستم رامز، يعني 1.5 الرامات. البيج فايل هو المساحه اللي على الهارد ديسك اللي هي بتبقى اديشنال للرام اللي عندي. السبيس عشان يقدر يبقى ينزل او يعني عشان اقدر اعمل دي بي ام انستليشن محتاج 3 جيجا على الهارد اللي هو هينزل عليه الدي بي ام سيرفر انستليشن. طيب الاستورج بول، طبعا احنا كنا قلنا من شويه ايه هي الاستورج بول، هي الديسكات اللي انا بقدر اخزن عليها الريبليكا اللي انا واخدها من السورس سيرفرز. وزي ما قلت لك الستورج بول دي ديسكات ما عليهاش داتا خالص، انفورماتد، ما عليهاش ولا بارتيشن ولا اي داتا خالص. لازم طبعا تبقى 1.5 مساحه الداتا اللي انا عايز اسحبها من السيرفرز، ده المينيمم. لكن الصح هي تبقى 2.5 او 3 مرات مساحه الداتا اللي انا عايز اعمل لها حمايه. اوكي، طبعا انت كل ما تعلي الدنيا تبقى احسن. اوكي، وطبعا لازم تجيب يعني هارد سكات سريعه، الار بي ام بتاعها سريع ماشي، خصوصا ان يعني الدي ام سيرفر دلوقتي ممكن يتعامل مع الساتا ديسكس ودي رخيصه اوكي مش غاليه. فبالنسبه لي الاستورج ما بقاش مشكله، اقدر اجيب ستورج رخيصه. طبعا
الدي بي ام سوفت وير ريكويرمنت. عشان ينزل لازم ينزل على ويندوز سيرفر 2008 او 2008 ار 2. لو 2008 بعد اذنك نزل النولج بيز اللي هي 971254، وده اللينك بتاعها. لو انت بتنزل على ويندوز سيرفر 2008 64 بت وتنزل النولج بيز اللي هي 962975 و 975759 الثري نولج بيزز دول، تجيبهم من على السايت بتاع مايكروسوفت وتنزلهم على السيرفر اللي هو هينزل عليه الدي بي ام. اوكي، طب لو انت هتنزل الدي بي ام على 2008 ار 2 انت مش محتاج اي ابديت خالص. هو 2008 ار 2 هو موستلي ابديتد لحد اخر حاجه. اوكي، طيب الداتا بيز قال لك لازم يبقى عندك سيكوال، وقال لك برضو السيكوال بينزل مع ال يعني هو على نفس اسطوانه الدي بي ام سيرفر، بينزل معاه سيكوال اكسبرس لو انت عايزه. اوكي، يعني ايه ينزل معاه. لو عندك سيكوال ريموت يعني سيكوال سيرفر لوحده ممكن برضو ايه اشاور عليه. يبقى عشان اقدر انزل دي بي ام سيرفر محتاج سيكوال. عندي تو اوبشن، يا اما الريموت سيكوال يبقى عندي سيكوال سيرفر قائم بذاته وانا هرمي عليه، او انزل على نفس المكنه اللي انا هنزل عليها دي بي ام انزل عليها ايه سيكوال سيرفر اكسبرس، وده باي ديفولت على نفس اسطوانه الدي بي ام سيرفر. اوكي، طيب السوفت وير اللي انا محتاجها تكون موجوده على نفس المكنه اللي هينزل عليها الدي بي ام دوت نت فريم ورك 3.5 اس بي 1 فيجوال سي بلس بلس 2008 ريديستريبيوتبل الباور شيل 2.0 ويندوز انستولر 4.5 السنجل انستنت ستور اس اي اس الابلكيشن ايرور ريبورتنج. اوكي، دي السوفت وير بري ريكويزيتس اللي انا محتاجها تكون نازله على الماشين اللي انا هنزل عليها الدي بي ام سيرفر. طب هل انا هفتكر؟ قال لك كده كده حتى لو انت ما افتكرتش او انت مش عاملهم انستليشن، الدي بي ام باي ديفولت هيعمل لهم ايه اوتوماتيك انستليشن، فانت كمان ما تتعبش. وقال لك خلي بالك لو المكنه اللي انت بتنزل عليها الدي بي ام سيرفر ده عليها اي فيرجنز من دول قديمه ماشي، الدي بي ام هو نازل هيعمل لها ابجريد للايه للفيرجنز دي لاحدث فيرجن نازله بيها. اوكي، يبقى تاني معلش انا هقدر انا عايز اعيد الهاردوير ريكويرمنت. لازم يبقى عندك بروسيسور 2.33 كواد كور 8 جيجا رام، اوكي 3 جيجا ستورج يقدر ينزل عليها الدي بي ام، ولازم يبقى عندك ستورج بول كافيه. يعني ايه كافيه؟ مره ونص او مرتين ونص او ثلاث مرات الداتا اللي انت عايز ايه تسحبها من المكن. لازم تنزل دي بي ام على واحد من الاثنين، يا اما 2008 64 بت يا اما 2008 ار 2 64 بت. ما ينفعش ينزل الدي بي ام 2010 الا على سوفت وير من دول. طبعا عشان ينزل دي بي ام محتاج ينزل على سيكوال سيرفر، حاجه من الاثنين، يا اما انا عندي ريموت سيكوال سيرفر او بنزل سيكوال على نفس المكنه اللي هي انا هنزل عليها الدي بي ام. وخلي بالك اسطوانه الدي بي ام فيها سيكوال سيرفر اكسبرس 2008 اس بي 1، اوكي نازله معاها ونفس اللايسنس مش محتاجه لايسنس جديده. دي السوفت وير بري ريكويزيتس، لازم يبقى عندك دوت نت فيجوال سي بلس بلس باور شيل انستولر 4.5 سنجل انستنس ستور ابلكيشن ايرور ريبورتنج. كده كده الدي بي ام هو نازل بينزل لك كل الحاجات دي، انت مش محتاج تتعب او تدور على الحاجه دي فين وتعملها داونلود وتعملها انستليشن، لا هو لوحده هينزلها لك. يعني هي على نفس الاسطوانه بتاعه الدي بي ام سيرفر، ولو عندك اي فيرجن قديم من الفيرجنز دي الدي بي ام وهو نازل هيعمل لها ابجريد تو ميت ذا ايه ذا دي بي ام 2010 ريكويرمنت الحاليه. طيب السيكوال سيرفر ريكويرمنت مهمه جدا جدا جدا. لو انا عندي ريموت سيكوال سيرفر
لو عندي ريموت سيكوال سيرفر، يعني مش هنزل سيكوال على نفس الجهاز اللي نزل عليه الدي بي ام، حلو، السيكوال ده لازم يبقى 2008 اس بي 1 او اس بي 2، ما يكونش ار 2. يعني الدي بي ام سيرفر 2010 ما ينزلش على سيكوال سيرفر 2008 ار 2 خالص، هيديك ايرور. انما هو يقدر يباك اب سيكوال 2008 ار 2، واخد بالك؟ يعني هو ما ينزلش على او ما ينزلش في انفايرمنت فيها سيكوال 2008 ار 2، لكن يقدر يباك اب اي سيكوال 2008 ار 2. والسيكوال سواء 64 بت او 32 بت فهو سبورتد بالنسبه للدي بي ام. قال لك يعني مش ريكومندد انك تنزل الدي بي ام سيرفر على مكنه الاكتف دايركتوري الدومين كنترولر، غير مستحب الا لو انت مزنوق. قال لك اهو سبورتد اف يو ديسايد تو انستول دي بي ام اون دي سي از ويل بات نيفر ريكومندد. يعني مايكروسوفت مش بتريكومند الاوبشن ان انا انزل دي بي ام سيرفر على نفس مكنه الدومين كنترولر، ماشي. وطبعا لو انا هنزل سيكوال، يعني ايه عندي ريموت سيكوال، لازم السيكوال سيرفر والدي بي ام يبقى الاثنين جوين السيم دومين، ما يبقاش السيكوال سيرفر بجوين دومين اسمه اكس و الدي بي ام بجوين دومين واي، ما ينفعش. لازم السيكوال سيرفر ماشي والدي بي ام بيجوينوا نفس الدومين وهما الدومين يبقى واحد. طبعا لو انت ناوي تعمل سيكوال سيرفر ريموت، اوكي، الهاردوير والسوفت وير ريكوايرمنتس بتاع السيكوال سيرفر هي في اللينك دي، تقدر تخش وتتعرف عليها وتشوف ازاي اعمل ريموت سيكوال سيرفر 2008 اس بي 1 او اس بي 2. التيب لايبرري، حلو، بيقول لك خلي بالك لازم قبل لما تتعامل مع التيب لايف التيب لايبرري لازم تعرف هو سبورت مع الدي بي ام 2010 ولا لا. بمعنى ممكن انا مثلا يبقى عندي دي بي ام 2007 وشغال على تيب لايبرز معينه، اول لما اعمل ابجريد للدي بي ام 2010 واستخدم نفس التيبس الاقيها مش ايه مش سبورتد، ليه؟ لان انا ما عملتش تيست. يبقى هو برضو بيقول لك خلي بالك لو انت عايز تتعامل مع تيب درايفز بعد اذنك شوف السبورتد تيب درايفز اللي هي الدي بي ام 2010 بيتعامل معاها. الهايبر في كونسيدريشنز، الدي بي ام 2010 كان بي انستولد ان فيرتشوال ماشين، ان فيرتشوال ماشين وذ سام كافيتس. يعني خلي بالك الدي بي ام ممكن انزله على مكنه فيرتشوال، لكن خلي بالك الدي بي ام ستورج بول ديسكس كانوت بي كومبرايز اوف فيرتشوال ديسكس. يعني ما اقدرش اخلي الستورج بول فيرتشوال ديسكس، مش صح. اوكي، اسكازي اور باس ثرو ديسكس ار سبورتد. يبقى تاني، يبقى لو انا هخلي الدي بي ام فيرتشوال على فيرتشوال ماشين، اوكي، يبقى بعد اذنك خلي ان في سكات لايف يرمي عليها، ما تبقاش فيرتشوال ديسكس. الشيء الثاني، الهايبر في رول كانوت بي انستولد اون فيرتشوال اون فيرتشوالايزد دي بي ام سيرفر نوت في تي سبورت ان في ان هايبر في في ام. يعني ما ينفعش انزل هايبر في على مكنه اوريدي فيرتشوال على هايبر في، فاهم قصدي؟ يعني انا مثلا جيت ايه قلت هعمل فيرتشوال ماشين اسمها دي بي ام، ما ينفعش اعمل جواها فيرتشوال ماشين ثانيه، ما ينفعش، مش سبورتد. اوكي، تيب لايبرري ما ينفعش استخدم دايركت اتاش تيب لايبرري سواء اسكازي او فيرتشوال. اوكي، شكرا.